صباح الخير. صباح الخير والامل والتفاؤل، صباح كل حاجه حلوه يا رب دايما معاكم بنقابلها ودايما بنشوفها في بلدنا مصر جميله. صباح الفل. صباح الفل، ازيك يا نجله؟ وبنرحب بكل الساده المشاهدين بينضموا الينا من خلال شاشه التانيه. طبعا يوم جديد ان شاء الله يا رب مليان بالخير والتفاؤل والحب والسلام لكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا. امين يا رب العالمين ان شاء الله. احنا ما زلنا مع تقلبات الجو بس النهارده يعني جو لطيف، في شمس، في درجه حراره معقوله، اعتقد ان هو ده الطبيعي. يعني ما بين الانتقال من فصل لتاني بيبقى في دايما متغيرات كده في الجو، ودايما بنقول يا جماعه ناخد بالنا الفتره دي بالذات بتبقى عدد كبير جدا مصابين، ان معرضين ان هم لا قدر الله يصابوا بالبرد او باي شيء حساسيه نتيجة. كمان خصوصا اللي عندهم حساسيه بقى بالنسبه للعين، حساسيه بالنسبه للصدر، فيا ريت كلنا ناخد بالنا ويا رب دايما في صحه وعافيه كده باذن الله. وزي ما بنقول دايما محتاجين ان احنا يعني نكتسب طاقه ايجابيه في حياتنا عشان نقدر نواجه بيها كل شيء، والطاقه الايجابيه دي اجمل حاجه في الدنيا. اجمل حاجه ان انت تلاقي حد يديك الابتسامه، اي حد يديك الطاقه اللي تقدر ان انت تتغلب بيها على كل المشكلات اللي بتواجهها، خصوصا مفيش حد ما عندوش مشاكل طبعا. بس ازاي انت بتبص للمشكله دي وازاي ان انت بتفكر تحلها، مش يعني بتفكر فيها انها مشكله ومش عارف اعمل حاجه، لا، ازاي ان احنا نحل المشكله دي، ازاي ان احنا يكون عندنا مستقبل افضل مش لينا بس لكن كمان لبلدنا. انا اعتقد يا نجله انه موضوع التفكير الايجابي ده بيبقى اختيارات في الحياه، يعني في بعض الناس تختار ان هي تبص للحياه بشكل ايجابي، وفي البعض الاخر ممكن يعني يختار السلبيه او التشاؤميه، النظره التشاؤميه. تعود برضو هو تعود في الحياه واختيارات على ما اعتقد، لكن دايما النظره الايجابيه بتفتح افاق جديده عند الناس، بمعنى انه لما بتقابلك مشكله او تحدي او اي حاجه من صعوبات الحياه بتبدا تحط بدايل قدام نفسك وتحط حلول، تطرح حلول بالنظره الايجابيه اللي عندك. وفي بعض الاحيان المحنه بتقلب منحه، وده يعني لما نركز في مواقف كتير مرت على حياتنا نلاقي انه في بعض الاحيان بنمر بظروف قاسيه جدا جدا وبنعتقد انه خلاص الدنيا اتقفلت او يعني مفيش حاجه كويسه هتيجي بعد كده، تلاقي لا، الوضع اللي انت كنت فيه كان سيء جدا، والوضع الجديد اللي انت بقيت فيه بالمحنه دي هي وبتفكيرك الايجابي وبشغلك على حل المشكله الوضع بيتحسن بشكل كبير قوي وبيتبدل يبقى احسن بكتير. أكيد. الرك على اختياراتنا في الحياه، فان شاء الله كلنا نكون مختارين ان احنا يبقى عندنا حياه افضل، طاقه ايجابيه في حياتنا ونظره تفاؤليه للمستقبل باذن الله تعالى. ان شاء الله، وربنا سبحانه وتعالى يعني زي ما قال لنا في كتابه ان مع العسر يسر، مش طبعاً. بعد العسر لا، ان ربنا سبحانه وتعالى بيعطينا امل جديد دايما في الحياه، ويا رب دايما كل حياتنا تكون جميله ونلقي الضوء على كل حاجه حلوه فيها. لما نشوف الحاجه بعين حلوه اكيد هتبقى جميله، حتى لو فيها مشكله هتتحل المشكله دي. يعني عندنا مشكلات كتيره في قطاعات، لكن بفضل الجهود اللي بتتم في الفتره الحاليه وبفضل عزيمه الشباب والدوله قادرين ان احنا نتغلب عليها. في فتره من الفترات السياحه كانت بتعاني بشكل كبير، وقطاع السياحة هو قطاع مهم جدا بالنسبة لينا كلنا، مش بالنسبة للعاملين في هذا القطاع فقط ولكن بالنسبة للدولة كلها، لأنها مصدر كبير جدا من مصادر الاقتصاد، وكمان يعني فرصة للعمالة الكبيرة. لما بيكون في سياحة قوية في الدولة ده بيتيح فرصة لعدد كبير من القطاعات ان هي تشتغل. علشان كده سعداء جدا ان اصبح في هناك خطوات ايجابيه في مجال السياحه، وبتكلم عن السياحه وبتكلم عن الاثار وبتكلم عن الاماكن الجميله في بلدنا. اعتقد ان في عدد كبير جدا من المحافظات القادر بالفعل ان هو يعني يستوعب عدد كبير من السائحين اللي ربما يكون ما عندهمش الفكره عن الاماكن دي، لكن احنا محتاجين ان احنا نسوقها اكتر، محتاجين انها تكون موجوده في البرامج السياحيه. النهارده تحديدا بنتكلم عن محافظه من اهم المحافظات المصريه اللي بتستوعب كمان عدد كبير من السائحين، وهي محافظه الفيوم. اعتقد يا هند محافظه الفيوم محافظه يعني لابد من القاء الضوء عليها بصوره اكبر من كده. الحقيقه ان هي فيها مقومات سياحيه عاليه جدا وفرص كتيره جدا للاستثمار، هي اعتقد ان هي ما زالت بكر في الاستثمار السياحي مقارنه طبعا بالمقومات السياحيه المتوفره فيها. فيها صحراء، فيها شواطئ، وفيها كمان زراعه،
وفيها طبعا شلالات وادي الريان، فنقدر نتكلم على محافظة الفيوم بتفاصيل أكتر من خلال لقائنا مع حضراتكم والأستاذ الدكتور حازم عطية طلبة محافظ الفيوم الأسبق والمستشار الثقافي لمصر في فيينا، وبرامج جديدة وأفكار جديدة للتسويق السياحي خاصة للمحافظات اللي مازالت معليهاش ضوء كبير ومصنفة من المحافظات الأولى سياحيا في مصر. الفقرة الثانية برضو فقرة من الفقرات المهمة اللي برضو يعني محتاجين ان احنا نزيد الكلام فيها. طبعا كان في ملتقى الشباب العربي الافريقي اللي كان مقام في اسوان، من خلال الملتقى كان في افاق كتيرة جدا للتنمية وربط افريقيا بالوطن العربي. صحيح. واعتقد في مجالات كبيرة للاستثمار. وما بتكلم عن افريقيا وبتكلم عن الوطن العربي لابد ان انا اقول نهر النيل. نهر النيل اللي بيربط عدد كبير من الدول الافريقيه هو نبع الحياه، ويعني ده بيكون مسار العديد من العلاقات سواء كانت علاقات اقتصاديه سياسيه علاقات تاريخيه. قدر نهر النيل ان هو يخلق نوع من التجاوب والتناغم ما بين هذه الدول، عشان كده وادي النيل ممر مهم جدا، مش بس مجرد ممر مائي لكن هو ممر للتنمية في مختلف الدول. وعلى فكرة ده كان من النقاشات المهمة جدا اللي دارت في ملتقى الشباب العربي الافريقي حول ممر وادي النيل وازاي يكون فرصة للتكامل العربي الافريقي. والحقيقة ان الملتقى القى الضوء على العديد من الموضوعات المهمة، وطبعا كان هناك العديد من النقاشات اللي حضرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واتاح الفرصة بالفعل لعرض الافكار الجديدة من الشباب، وافكار الشباب هي الانطلاقة. الشباب دايما هم الامل، هم سر التقدم لاي دوله من الدول، لان هم دايما اصحاب الافكار الجديده. فلما يكون عندي ملتقى للشباب بيضم افكار افريقيه عربيه وطبعا برعايه مصريه، النتيجه اكيد او المعادله دي اكيد هيكون نتيجتها ايجابيه لكل الاطراف باذن الله. وخاصة أنه من أهم مقومات القارة الأفريقية أنها ما زالت قارة بكر وشابة، يعني أغلبية السكان في قارة أفريقيا من الشباب اللي عندهم طاقات كبيرة جدا ممكن هي تتفتح في مجالات كتيرة. صحيح. وطبعا ما زال يعني بينقصنا بعض العلم، ما زال بينقصنا بعض التكنولوجيا، ولكن في سبيلها أنها تتحقق على القارة الأفريقية طبعا مساعدة الشركاء اللي بيحبوا التنمية والرخاء للدول المختلفة سواء للقارة الأفريقية أو القارات الأخرى. صحيح. عندنا العقول المصرية كمان طبعاً. يعني العقول الحقيقة اللي بتقدر إن هي تبتكر، والعقول اللي بتقدر إن هي تحقق العديد من الإنجازات في مجالات مختلفة لما بيتوفر لها المناخ المناسب. استثمار هذه العقول في وضع الحلول الخاصة بالمشكلات المجتمعية اللي بتعاني منها القارة الأفريقية أو أي دولة من الدول، ده من الأشياء المهمة، وده الهدف من ملتقى الشباب العربي الأفريقي، إن يكون فرصة لعرض أفكار الشباب للتعرف عليها. هنتكلم عن الموضوع ده وهيكون ضيفنا فيه دكتور حسام الدين محمود عضو تنسيق أحزاب الشباب، ونشوف المشاركة في هذا الملتقى وكيف أسفرت عن النتائج، وهل هي مجرد توصيات ولا أجندة عمل هتكون موجودة في الفترة القادمة بإذن الله. دي فقرتنا اللي هنستمتع بيها مع حضراتكم. ناخد فاصل ونرجع على طول عشان نبدأ لقاءاتنا في مصر جنبي.